تحية نضالية إلى كل زميلات وزملاء. في البداية نحب نهني رواحنا ونهني بعضنا الناس كل بنجاح إغرامنا، وهي خطوة كانت متوقعة باعتبار أنه قطاعنا هو قطاع مناضل برغم كل اللي اصدر من وسائل الإعلام وإلا من الإدارة أو من وزارة الإشراف أو من الحكومة اللي حاولت بكل الوسائل وبكل الطرق إرباك المعلمين والتشكيك في وطنيتهم والتشكيك في مشروعية مطالبهم ومحاولة الضغط عليهم وترهيبهم، اليوم كان الرد ورد قوي زادة، ويجب نكونوا متأكدين من هذا أن إضرابنا كان إضراب ناجح بنسب عالية زادة في كل المدارس، وكانت تقريبا أفضل رسالة لوزير التربية ولحكومته ولرئيس الحكومة بالذات على أن المعلمين ما همش أقل شجاعة وأقل نضالية من قطاعات أخرى، وقطاعنا عنده من القدرات النضالية اللي تخليه قادر على إنجاح خطوة مثل هذه رغم التهديد ورغم الضغط ورغم سياسة التجميع اللي حاول يمارسها وزير التربية ورئيس حكومته. لأن المعلمين اليوم والمعلمات كان جوابهم واضح أنه لا للتجميع، نعم للتمسك بالمطالب، نعم لتحقيق طموحات المعلمين وحقهم في تعويض على تدهور المقدرة الشرائية وفي جملة من الإصلاحات اللي كانت واردة باللائحة المهنية. نحب معناها بالمناسبة دي نشكر كل الزملاء وكل الزميلات اللي ساهموا في نجاح الإضراب، سواء كانوا هياكل نقابية أو حتى قواعد، اللي بالعكس عملية الاستفزاز اليوم اللي مارستها الحكومة لأني تعتبرها للمعلمين وكأني ناس مشكلتها الوحيدة هي مشكلة الفلوس. اليوم المعلمين كانوا بالحق معنا في المستوى وقالوا بصوت واحد بوزيد مكسي بوزيد عريان كما ترفعها معنا في العديد من الصفحات الفيسبوك، وأنه المعلم قص ولا ما تقصش هو مضرب ومتمسك بحقه وكرامته وكرامة كل معلم فوق كل اعتبار. هذه خطوة زملائي اليوم معناها رغم أنه تحقيق العدد في الاجتماع هذا ما هوش بالحجم اللي كنا ننتظروه، لكن نعرفوا اللي في المدارس اليوم تقريبا جزء كبير من المدارس كان الإضراب ناجح 100%، وأغلب المدارس كانت أبوابها مغلقة اليوم، لأنه يعني هذيك الرسالة الواضحة والقوية اللي حب المعلمين اليوم يوصلوها معناها لوزير التربية ولرئيس حكومته. حب نشكر كذلك الزملاء المديرين اللي امتنعوا على تقديم القائمات إلى الإدارة الجهوية اللي سعت بكل السبل من أجل أن تحصل على قائمات المدربين، والتزموا العديد من المديرين التزموا بقرار النقابة اللي كان أنه لا يمكن مد الإدارة الجهوية بأي قائمة تتعلق بالإضراب باعتبار أن المدير هو مضرب ومش ممكن بالنسبة للمدير ينجم يعطي أي معطيات تتعلق بيوم الإضراب. كذلك حتى من الأمن اللي بدأ رجع إلى نفس العادات ونفس السلوكات اللي خلناها مشيت على روحها، اليوم رجعنا إلى المعطيات الأمنية وتجميع المعطيات الأمنية والبحث على القوائم تاع المدربين في محاولة أخرى بطبيعة الحال إلى العودة بشكل واضح إلى دولة البوليس وإلى الضغط وهزيمة المعلمين. لكن هيهات قطاعنا موش اللي يجي موش قطاع هش وموش قطاع ولد اليوم، هو قطاع عنده تاريخ وتاريخ ضرب القدم منذ 1919، وعنده تاريخ زاد ضرب القدم في النضالات وخذ العديد من النضالات حتى النضالات السياسية، وكان قطاعنا في الموعد في كل المحطات ومعناها قدر على إنجاح كل المحطات ورفع التحدي اللي تحط بينه وبين معناها وزارة الإشراف وبينه وبين الحكومة. بطبيعة الحال هذه خطوة إضرابنا بشيء معناها هو خطوة، وتنتظرنا بطبيعة الحال خطوة أخرى أهم اللي
طلبنا منكم معناها في الاجتماعات اللي صارت في المدارس من اجل معناها بلورتها وهي التي تتعلق بالخطوه الاداريه القادمه، تتعلق بالاضراب القادم اللي بطبيعه الحال ما ينجم يكون الا في علاقه بالامتحانات. هل سنكون مع اضراب اداري بمعنى اضراب بالشكل اللي مارسناه في السنه القادمه بحجم الاعداد وغيره، او نمر الى مقاطعه الامتحانات؟ وبطبيعه الحال من الضروري ونتصور انه هنا الزملاء الكل عملوه في اتجاه بلورت موقف قاعدي، لان نحتاج بالفعل الى رايكم، نحتاج الى ان الموقف يكون موقفكم انتوما، لانه راه في النهايه انتوما اصحاب القرار وانتوما اصحاب المصلحه، يعني كل اللي باش تطرحوه وتقترحوه هو اللي باش يمشي. وبطبيعه الحال نتمنى انه الاضراب هذايا بعد الرسالة الواضحة والمضمونة الوصول إلى رئيس الحكومة للعودة إلى طاولة المفاوضات على قاعدة الأشياء المتفق حولها وفض بقية النقاط الخلافية اللي ما زالت عالقة واللي تتعلق أساسا بقضية الترقيات، إن شاء الله نتمناه أن وزير التربية وكذلك رئيس الحكومة استوعب الدرس ووصل المساج بوضوح كافي، سينو احنا بدينا في خطوة وقطعنا مجموعة من الخطوات مش خطوة واحدة، فبالضرورة معناها لابد أن نواصلوا معناها طريقنا بطبيعتنا، سلاحنا بهذا هو وحدتنا، سلاحنا بهذا هو إصرارنا، سلاحنا بهذا هو عزيمتنا وإيماننا بعدالة المطالب اللي نرفعها كجزء بسيط من أجل إعادة الاعتبار إلى المعلم اللي وضعيته تهرب معناها بشكل واضح وكبير. نحب باسمكم جميعا نرحب بالاخ محمد علي البغديدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي اللي يحضر معنا كخطوه او كشكل لمسانده اضراب المعلمين، وساحيل له الكلمه للتعبير على مساندته للقطاع وللاضراب، وشكرا.